مش هكا تقديم غلط تقريبا صدقك مش هكا كل يوم انت تقريبا صدقك اني هكا كل يوم المشكله مش في اني كل يوم هكا كل يوم انتوما هكا احنا الفقره هذه نحبوها وانت عطيك الصحه من غير اطناب قاعد يحضر لنهار السبت اي نذكركم مستمعينا اللي وائل عنده تيست نهار السبت نهار السبت يعني نشوفوا نتيجه الامتحان اللي قاعد يخضع باش يفسكي سهل الحكي الجمعه هذه الكل هو قاعد يحاول باش يفسكي مي بيان سور فما حاجات ما تنجمش تفسكي يعني شجعوه شجعوه وين قال لك سيدك بن سيدك الدراسة هذه واللي هي أساسا أمريكية حسب قتلك حسب مدة الاستماع حسب مدة استعمال الشخص لسمارتفون بتاعه في اليوم احنا قادرين باش نعرفوا حالته النفسية وكان عنده اضطرابات نفسية ولا قلق نفسي ولا لا أي شدوا عندكم الكلنا احنا نستعملوا في السمارتفون بتاعنا ديما نخمو ان نصبوا فيه دي زابليكاسيون تعاوننا بوغ لو بيان اتر نتاعنا كيما الكاندي كراش مثلا دي جو فوالا حاجات معناها تحسن علاقاتنا الاجتماعيه دي زابليكاسيون سكاي ثقافتنا نتاع كتب زادا يعني مثلا انت عندك كان هذوما يعني عندي حاجات اخرى سمحت تندر فوالا فما برشا دي زابليكاسيون يعني ينميو لنا مواهبنا يثقفونا يعطيونا دي روسيت فما دي روسيت نتاع الكوجينه دي روسيت طبيه فما استشارات طبيه فما استشارات غنائيه وحتى ثقافيه ومعناها نتاع كتب وكل شيء الكلهم تاع تصاور كلهم تاع تصاور ريتريكا جاوك بي اني توم دو القطوس هذاك ما تنجمش تكون لا توم دو بي دونك لكن ما نعرفوش ان فيت اللي اهتمامنا هذا الكل بال بالابلكيشن هذوما ما يمشيش بالحق ما يعاونيش في حياتنا ما يعاونيش في حياتنا صباح الخير عماد صباح النور ما يعاونيش في حياتنا صح النور دونك في الدراسه هذه اللي نحكي لكم عليها في الدراسه اللي نحكي لكم عليها حطوا 40 شخص تحت الاختبار يراقبوا لهم تليفوناتهم وتحركاتهم والمده اللي يكونوا فيها كونكتي وفي اخر مده الاختبار يعطيوهم دي كيستيونير يعملوهم وكل جمعه يعاودوا له نفس الكيستيونير في النهايه دونك اكتشفوا ثلاثه حاجات ووصلوا ثلاثه نتائج مهمه اولها واللي هي حاجه ايفيدونت بالنسبه ليا وما نعرفش بالنسبه لكم انتم انه الناس اللي تقعد اكثر وقت على التليفون معروفه انه عندها اكثر ولا متعرضه اكثر للديبرسيون شو معناتها معناها يعني ديبرسيون توا ممكن يس في انت تكون في اتاد ديبرسيف وما كش تلقى بروحك وبرشا فينا يكونوا في اتاد ديبرسيف وماهمش لاقين بروحهم وهذه بتتخ اخطر من انه يكون عنده ديبرسيون شلق بروحه راه دونك ثانيا الناس معنى ثاني ريزلتا نتاع ليتود هذه الناس اللي حالتها تزيد وتتعقد كل جمعه يعني الناس اللي قاعده تستعمل في السمارتفون وكل مره ماهيش قاعده تقص في الاستعمال نتاعها يعني هما اتخفر لي كيستيونير اللي قاعدين يتعاملوا كل جمعه فهموا اللي الناس هذه حالتها تمشي وتتعقد كل جمعه اكثر اتعدي لي البيرو عندك كيستيونير حتى انت بعد بيه ثالثا نحكيو فيها من بعد ثالثا الناس اللي ما يتحركوش برشا يعني اللي حياتهم متوقفه جوست على الخدمه ولا الدار كهو هذه ناس اكثر عرضه للديبرسيون من غير سامحني هما يبدا عنده ديبرسيون نفيقوا بيه التليفون ولا التليفون هو اللي يعمل له ديبرسيون ما يفيق بروحه احنا اتخافير خصوصا بلا انت اللي تعمل اتخافير المده اللي انت تتعديها تعدي وقتك على التليفون يعني تغذيها وانت تستعمل في التليفون من وقتها نجمو نبداو نعرفوا انت في انا اتا ديبرسيون دونك نذكركم اللي الدراسه هذه تم تطبيقها على 40 شخص عمرهم بين 18 و 59 سنه وطلعت لموتيه من الناس هذه مصابه ان صح التعبير بالديبرسيون اللي متسبب فيها السمارتفون فوالا دونك ماذا بينا نفيقوا على روحنا شوي نقلوا من استعمالنا في الهواتف الذكيه والتكنولوجي بصفه عامه والله لا تورينا ديبرسيون في وقت الانفورماسيون اي خلاص الحديث نطيشوه التليفون وشو نعملوا تو فهمت نطيشوه ليميتيو روحنا يعني نحدوا الوقت مده الاستعمال نتاع التليفونات التليفون جوستومون حكينا من قبل وقت على استعمال سورتو لي ريزو سوسيو لي ابليكاسيون كيما الفيسبوك كيما تويتر وغيره اللي بالحق العبد ولا ديبوندون له ولا ديبوندون لها ولا اوبسيدي بيهم ولا معناها اول حاجه يحل عينيه صباح يغزل التليفون معناها قبل ما يرى اي حاجه اخرى حتى كي تكون موجوده مع جروب نتاع اصحاب ولا في الفاميل لازمك تجبد ولي عندك عاده حتى تبدا تخدم في برنامج اسمه مزيان لونير والعباد قاعده تكلم وشاد التليفون يتفرج اغزروا له نعم تبع تفهم علاش ولا شاد التليفون يعمل فيه سيلفي ولا فهمت شيء هو حشيك حشيك بلا لحظه سؤال صباح النور
بلاغ ضياع، شاب يتراوح عمره بين 22 و 26 سنة، لابس شميز بيضة ومزركشة بالأزرق والجين زاد أزرق. السيد هذا اسمه محمود مقرون وهو المنتج متاع حصة اسمه مزيان. الله يفجعنا بربي اللي يلقاه أوجي يجيبه للستوديو، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسي محمود شكرا. وين كنت مان؟ ها؟ أي زلم؟ سبح المستمعين، وين كنت؟ صباح خير. صباح النور. وينكم بكري لو جالي؟ والله نخدم. تخدم. ماني سرقة. لازم محمود مقرور راح يخدم بتاع شباتي فهمت؟ ومعنا بالليل كنت تخدم. والله كنت تخدم. اخدم 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 اخدم. ربي يجيبك في السويق. برود برود مو كارت البرود. نار. أي بين ما نرجع ونعقبوا على حكاية البلاغة وخيناسة يا محمود مقرور ما غير ما تلوش. الله فيك سي محمود. والله تفجعنا عليك يا محمود. خلينا نشكروا سناء. توا طفلة عاملة مجهود الصباح وجابت لكم دراسة. هذيك ساعة يا سناء. أقسم بالله أقوى واحدة في العالم تعمل كوتشينج أنت. بس أقوى واحدة في العالم يعمل بلونجونيت. أكيد أكيد ما غير ما تعمل لي خيط ما عارف أموري واضحة. باهي تريبيا. وصلنا معكم في اسمه مزيان. مرحبا بالناس الكل. اسمه مزيان.